اليوم بمناسبة رمضان، طبعا كل عام وانتم بخير وعسى ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. إذا ما خاب ظني إن هالفلوق راح ينزل بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان، لأن كان عندي شغل مرة كثير فاضطريت إني أجل، وفي أشياء حاب إني أنا أوريكم إياها بالفيديو هذا. وصلتني هذه من جارتي بمناسبة رمضان، مرة حبيت الفكرة كذا، دخلوا علي أطفالها وكانوا حاطين كذا سلة كبيرة وحاطين فيها سلات صغيرة، هم شغلين فيها شي عن رمضان. حبيت الفكرة قديش إنها حلوة، تحسسك بشعور رمضان مرة حلو. وهذه فوانيس صغيرة، خلنا أشغلها لكم، تجنن كثير حبيتها، مرة حلوة كفكرة، حبيت كثير. يعني هذا كوب، هنا فيه عود وأشياء بسيطة كذا حلوة. على العموم اليوم أنا أتوقع أن هذا الفيديو راح يعجبكم، لأني راح أتكلم عن ليزر منزلي جديد اشتريته. الليزر خيال، مرة عجبني لدرجة استغنيت عن الليزر الأول. صح أنا أحب ليزر تيتري، هو اللي عدل بشرتي، هو اللي خلاني أقفز كذا قفزة مباشرة للليزر المنزلي، لكن هذا الليزر بصراحة بمواصفاته غطالي على كل الليزرات، يعني شيء فظيع، فأبي أوريكم الحين إن شاء الله. بنات قبل لا نبدأ الفيديو، أنا عندي هذه النبتة اللي هي نبتة ساق البامبو، عرضتها لأشعة الشمس غبية، أيوة غبية، أوكي، عرضتها لأشعة الشمس وماتت، فقصيت منها هذه الحمد لله باقي فيها روح شوي. فكيف طريقة عنايتكم فيها عشان تكبر وتصير مرة كبيرة؟ دام اني بتكلم اليوم عن الليزر المنزلي، فابي اعرفكم على هذا الجهاز، الليزر المنزلي الجبار، في مواصفات انا متاكده راح تعجبكم. راح نتعرف على الباكج ونشوف محتوياته، وبعدين اشغله معاكم واوريكم كل المواصفات الحلوه اللي عجبتني فيه. اول شيء بيجيكم باكج بهذا الشكل، اوكي، بعدين بيجيكم الجهاز الأساسي. اللي عجبني أول شيء إنه مو ثقيل وسهل استخدامه، وفيه أزرار كثيرة بتساعدك بخواص جديدة، بخاصيات جديدة، اللي هو خاصية التبريد، وفيه ومضات تلقائية ويدوية، 5 مستويات طاقة، يعني شيء حلو. والشيء الأهم إنك تقدرين تشيلين خاصية التبريد وتقدرين تطفينها. يجي معاه الفيش الأول والفيش الثاني، اللي عجبني إنه فيه فيشين عشان توصيلة يعني تكون كبيرة وما تكونين لازقة بجنب الفيش، فهذا الشيء مرة حلو فيه إنه يكون فيه توصيلتين، التوصيلة الأولى والتوصيلة الثانية، اللي هو هذا الأساس تشبكينه بالكهرب، وهذا بعدين تشبكينه بالسلك هذا من هنا، من هنا. هذا الشيء بعد عجبني فيه. والأهم أن تجي معاك نظارة. الحلو بالنظارة أنها تنصفط إلى أكثر من مرة، يعني بتصير صغيرة بالنهاية كذا وكذا، بعدين كذا، بعدين كذا، بتصير صغيرة. بعد الحلو أن معاه 3 عدسات تقدرين تختارينها أنتي. اللي أخذتها عدسة حب الشباب والنظارة والعدسة الأساسية اللي هي إزالة الشعر اللي ما أقدر أستغني عنها، زائد كتيب إرشادي. عشان تكونون على بينة راح أوريكم اللي هو الشعر، اللون الشعر المناسب ولون البشرة المناسبة. في شيء راح يعجبكم وأنا متأكدة بهذا الموقع اللي راح أقوله، اللي هو موقع لوشا. موقع لوشا يعطيكم ضمان جديد ما سبق لأي موقع إنه يقدمه لكم، اللي هو ضمان رضا. في حال المنتج اللي أنتي أخذتي ما ناسبك، ترجعين المنتج وتاخذين فلوسك بالكامل. والشيء الثاني، عندهم كود خصم إضافي راح يخصم لكم من قيمة المنتج. الحين راح أبدأ معاكم أشغله. هنا يطلع لكم شيء مرة حلو أنا ما قلته، ما ذكرته بالفيديو، ببداية الفيديو. الحلو بهالجهاز
ان لمباتها لا محدودة، يعني على قد ما تستخدمين الجهاز ما راح تخلص اللمبات. وعندكم 5 مستويات للطاقة ومضات تلقائية ويدوية، كذا بتفعلين انت التلقائي وكذا بتطفين التلقائي. وعندكم خاصية التبريد تقدرون تشيلونها وتقدرون تخلونها. وهنا تستخدمون الومضات اليدوية. حابة أقول لكم بعد إن سهل إنكم تشيلون العدسة وترجعونها بكل سهولة، تسحبينها وبكل سهولة ترجعينها. طيب، اقتنيت الجهاز تقريبا صار لي شهرين من يوم ما صرت أستخدم الليزر المنزلي ديس 591. بصراحة كنت أخلص بليزر تي 3 تقريبا يأخذ مني ساعتين أو ساعة وأربعين دقيقة أو أحيانا ساعة ونص على حسب. الحين صرت أخلص الجلسة كاملة بأربعين دقيقة، لأن ما بين ومضة ومضة تقريبا ما تأخذ حتى ثانية، وهذا الشيء ساعدني. لكن الليزر الأول كان تقريبا يأخذ 7 ثواني وكان مجهد شوي، فحسيت أنه متعب. يوم جه هذا حسيت أني فك لي أزمة كبيرة. دائما تجيني أسئلة بخصوص الأشياء اللي تبون ترطبون فيها جسمكم بعد عملية إزالة الشعر بالليزر. طبعا أنا عندي كريمين أستخدمهم، اللي هو هذا الكريم الأول أخذته من آي هيرب وجدا ممتاز وترطيبه جدا ممتاز، تقريبا يقعد يومين. هذا ترطيبه يقعد يوم 24 ساعة، وكنت أستخدمه إلين طحت على هذا واستغنيت عن كيوفي صراحة، لأن في مادة السيراميد اللي هي تعطي رطوبة للبشرة وهذا الشيء عجبني فيه. بالنسبة للكريم اللي أنا أستخدمه على المناطق الحساسة اللي هو بانثين، هذا النوع مرة قوامه خفيف وما يدبق وحلو، يعني ترطيبه حلو. بالنسبة للشفرة اللي أنا أستخدمها راح أحط لكم رابطها تحت بصندوق الوصف. بنات انتبهوا 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 إنكم تتعرضون لأشعة الشمس أو إنكم تجهدون نفسكم بعد الليزر المنزلي، سواء رياضة سواء شغل بالبيت، بس يكون بطاقة كبيرة يعني لدرجة إنه يعرق جسمكم، تتعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر، ضروري تستخدمون واقي شمس. إذا بديتي بالليزر المنزلي تنازلي تماما عن الأدوات الثانية اللي تستخدمينها، سواء شمع سواء إزالة الشعر بالحلاوة، خلاص تنازلي عنها، لأنك أنت قاعدة تعبين نفسك على الفاضي. هوي بالبصيلة، الليزر المنزلي يحتاج أنه يكون فيه بصيلة، فأنت لما تستخدمين الحلاوة أو الواكس اللي هو الشمع أنت تشيلين البصيلة فما تستفيدين شيء، ترجعين من جديد. فالأهم أنكم تنتظمون على الليزر المنزلي إذا تبين نتيجة، ما انتظمتي ما راح تشوفين نتيجة. والليزر ديس 591 نتائجه فورية، أنا اللي عجبني تقريبا من 4 أشهر تشوفون النتيجة على اللي استخدموه من البداية. يعني أنا أكلمكم عن نفسي، وأنا ما رحت عيادة من قبل، ما زرت عيادة من قبل. أنا كل شغلي كان على الليزر المنزلي من بداية دخولي العالم الليزر المنزلي، ما رحت العيادة. عشان كذا لما أتكلم عن الليزر المنزلي أنا قاعدة أتكلم وأنا ضامنة الكلام اللي قاعدة أقوله. بعد الأشياء الثانية اللي المفروض إن إحنا ما نسويها، مثلاً أنت تحممتي قبل الليزر المنزلي، مفروض ما تتحممين بعد الليزر المنزلي مدة 8 ساعات، الأفضل 24 ساعة. الأفضل أنك تقعدين يوم كامل ما تتحممين، لأن البشرة في هذه الحالة بتكون معرضة لأي شيء، حساسة من أي شيء، فالأفضل أنك تتجنبين هذه الأشياء، العطور مزيل العرق الأفضل أنك تتجنبينها يومين عشان ما تتعرضين لأي مشكلات لا قدر الله. بعد من الأشياء اللي المفروض ما تسوونها قبل جلسات الليزر بثلاث أيام وبعد جلسات الليزر بثلاث أيام أو أكثر، أنا أفضل 5 أيام قبل الليزر وبعد الليزر، اللي هو الحمام المغربي والمقشرات. لا تستخدمونها لا قبل ولا بعد، يعني إذا أنت توك بادي بالليزر المنزلي الأفضل إلين تعدين مرحلة الخطر أنك ما تستخدمين هالأشياء، اللي هو الحمام المغربي أو المقشرات، لأن كذا وكذا أنت تستخدمينها بشكل أسبوعي فما يمديك. إذا صار مثلا جلساتك كل أسبوعين كثلاثة أسابيع بيمديك أنك تسوين قبل وبعد، لكن إذا أقل أفضل أنكم تبدون بالليزر المنزلي بعدين تفكرون بالمقشرات. هذه أهم الأشياء اللي حبيت أني أذكرها. راح أحط لكم الرابط وكود الخصم، وراح أحط لكم كل شيء عن الليزر اللي أنا أخذته،
وإذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات اكتبوها لي بالصندوق، اكتبوها لي بالتعليقات وراح أجاوبكم. وفي فيديوهات سابقة إذا تبون أشياء بالشرح المفصل، جيت بس عشان أعلمكم على هذا الجهاز الجميل الرهيب اللي أخذته لي شهرين تقريبا. وبس أشوفكم على خير ورمضان مبارك، مع السلامة. عندنا عادة أنا وخواتي برمضان نحب قبل كذا ما يأذن الفجر نشرب حليب وناكل تمر، خلاص عادة متأصلة فينا. وش العادات اللي تحبون تسوونها قبل غير شرب الماء؟ يعني هل في شيء عندكم تسوونه؟